يعتبر موضوعا شائكا يهم المملكة المغربية والمتمثل في الأراهينية الحالة المناخية والوضعية المائية في المغرب التي تعتبر مقلقة، بحيث أصبحنا نتحدث عن الإجهاد المائي، فهو يعود إلى تراجع تعبئة الموارد الطبيعية واستمرار الاستهلاك المفرط في المخزون المائي الوطني. وبالتالي فالمملكة المغربية في شكل وزارة الداخلية بدأت تصدر مجموعة من التخطيطات ومن البرامج للحد من الهدر المائي، ومن ضمن هذه التدخلات هناك دورية وزعت على مجموعة من الجهات ومجموعة من العمالات والأقاليم تحد استهلاك المياه بشكل مفرط. من ضمن هذه القطاعات التي تستهلك هذه المياه بوفرة، لا نخفي ذلك على أحد، فهناك المسابح. إذن فالمسابح فهي نوعين، هناك مسابح عمومية وهناك مسابح خاصة، وهذه المسابح لملئها فتستوجب أحجاما جد مهمة من المياه، قد تكون مياه صالحة للشرب أو قد تكون مياه ذات مصدر فرشات مائية بشكل مباشر عبر حفر آبار، وهذا ما سيساهم في استنزاف هذه المياه بشكل كبير عبر هذه المسابح. نحن نعرف بأن القطاع السياحي فهو محور أساسي في التنمية الاقتصادية المغربية، وهذا السياحة فيجب أن توفر للسواح مسابح، وهذه المسابح هناك منها ما هو مغطى ومنها ما هو معرض للهواء الطلق. فهذه المسابح بدورها عندها مجموعة من الإكراهات اللي كتشكل المياه، وكما نعرف جميعا المسابح العمومية فنعلم على أنها تعبأ مباشرة بالمياه الصالحة للشرب أو عبر الآبار المحفورة بجانبها، ونعرف جيدا أن هذه المسابح أنها تغير محتوى الماء ديالها كل أسبوع. وبالتالي ولو أخذنا على سبيل المثال مسبح عادي ذو طول 10 أمتار وعرض 4 أمتار وملئ لعلو 3 أمتار، معنى أنه يحتاج لتعبئته 120 متر مكعب.